ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح العسل، صباح السكر، صباح الرضا. انا بس قلت اطمنكم عشان انتوا دايما متعودين مني الطاقه الايجابيه والفرحه، كل حاجه حلوه. اولا احنا اذان الفجر، بس انا المفروض الدكتور قال لي تمشي، فانا بتمشى اهو، يعني الحمد لله بتمشى. عايز اسمعكم قران الفجر. بس تعال بص، انا عايزه اقول لكم احنا بنعمل ايه. عايزاكم تعيشوا معايا اليوم. الحمد لله الحمد لله. حبيبتي انوس، انوس حبيبتي بنت اختي هي، بس عشان مش جاهزه بس شويه مش عارفه اعدي. بص اسمعوا، انا شويه يا جماعه خسيت النص، اقسم بالله لو شفتوها ما تعرفوها على الحقيقه. الحمد لله. شايفين سمعين اذان الفجر؟ الحمد لله. مش اذان ده، القران اللي قبل الفجر. فربنا يشفي كل مريض ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، وما تحرمش منكم ابدا على دعائكم واهتمامكم، وان شاء الله دموعكم دي ما تنزل الا على الفرحه وعلى كل حاجه حلوه. ربنا يخليكم ليا. انا طالعه اطمنكم واقول لكم ان انا حلوه الحمد لله. النهارده تالت يوم وبيمشيني كده في الصاله، وهو اتمشى كده الحمد لله، بمشي واحده واحده هبقى حلو. اي نعم انا ممنوع اقعد لمدة شهر، يعني ما اقوم من على السرير وانا نايمة على بطني، مش عارفة اقول لكم يعني ازاي، وبقعد كده ما اقعدش، يعني ما اقعدش وقعد على كرسي. فالحمد لله يا نايم يمشي، بس الحمد لله انا في نعمة. ربنا هيتم شفايا على خير وهبقى زي الفل. بحرق كتير كده مش عارفة ليه. صوري ازيكم يا جماعة؟ احنا الفجر، عايزة اقول لكم تعالوا امشي. وقال احنا الفجر كلنا كلنا سهرانين. بصوا كلنا سهرانين. سهرانين يا حبايبي، عاملين ايه؟ دينانو اللي بتلعب على السرير، دينانو قولي يا حاج ازيكم عاملين ايه؟ كله قاعد بيسلم عليكم اهو. ازيكم شايفين ايه؟ وفي دي ايد واحده. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وبقيت الناس بقى لسه، في اخواتي الثلاثه بقى الاثنين بايتين معايا، وبنت اختي بقيتها معايا بقالهم من قبل العمليه بيوم. ادعوا لها كده يا رب يشفاها كده وتم شفاها على خير يا رب يا رب ان شاء الله. وبس قاعدين معايا بقى، قاعده اقول لهم يا جماعه المرافق للمريض واحد، نفر واحد. نشوى على فكره يا حبايبي المعتاده كده، ان شاء الله ما تقوم بالسلامه، هدي كل واحده 1000 جنيه. ومين مين؟ نشوى مين قال كده؟ لازم بقى تسلمهم لنا قدامكم على اليوتيوب. انا قلت هدي كل واحده فيكم 1000 جنيه؟ مش كده يا علي؟ ايه ده؟ انا قلت ايه؟ لا لا، انت قلت انا عايزه غوشتين ذهب وسلسله صيني. لا احنا قلنا هنجيب لك غوشتين ذهب وسلسله. وبص الحاجه يا نادين، نادين الدنيا برد بس. ونهى اختي، نهى اختي يعني اسدال، وامل هجيب لها اسدال، بس اخرج امشي يعني ان شاء الله. انت غوشتين زي ما انت طلبتي وسلسله، حقي لي ناشف. لا ازاي اجيب لك هديه؟ وعلي، وعلي ان شاء الله ان شاء الله اول ما اخرج اشتري حاجه هجيب احلى حاجه لعلي، اغلى هديه. والله اغلى هديه علي اصلا يعني يستحق. ها مين شعري؟ ايه الناس انا طالعين بطبيعتي، انا عارفه الناس عارفه ان انا بتطلع بطبيعتي، افتحوا النور بس. وهم بيحبوني وبيحبوا يطمنوا عليا. ما اقول لك ايه، طب ما انت طلعتي طيب، تقولي دي عيله صغيره يعني، ما نو نانو اكبر من نانو بسنه ولا سنتين يعني. بس امسك بقى كده. فتحت النور، احنا المفروض الفجر، بس صحنا الفجر كلنا صاحيين شويه كده. على هيديني الحقن في الكانولا، ويا رب ان شاء الله باذن الله انام. اخواتي بقى حبايبي بيناموا فين؟ على الكنب. انا بنام في الاوضه والبنات كلهم في الاوضه الثانيه، واختي هنا واحده هتنام على الكنبه دي، ونونا بنونا بتنام على الكنبه دي. بس الحمد لله انا عايزه اقول لكم ان انا بمشي، اي نعم بمشي واحده واحده، بس ان شاء الله هبقى كويسه. وبطمنكم بس والله ان انا بخير، عشان انتوا زعلتوا عشاني وعيطتوا عشاني، وانا الحمد لله. نفرح بقى، ناخد طاقه ايجابيه، احنا متعودين على كده،
وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن وهصح واروق وهبقى كويسه. كمان انا خسيت اهو، البس بقى حاجات حلوه بقى. يا رب يتم الشفاء على خير. يا رب ان شاء الله يتم على خير. وانا بطمنكم لو في حاجه جديده بقى هبقى اصورها لكم. اختي الثانيه في المطبخ فصوت دوشه، لان كانوا بيتعشوا بقى. مش هقول لكم بيتعشوا ايه، لان دي مفاجاه مش هيتوقعوها. ان هو في سردين ورز ولفت، اكيد مش هيتوقعوا هذا الفجر ان حد ياكل سردين الفجر. وفراخ مشويه مع سردين مقلي، ازاي محدش عارف؟ محدش ايه؟ اختي نونا وهي جايه جابت لنا سمك سردين مقلي ولفت. هي ملحه. بصوا احنا عايشين هنا احلى عيش، كان نفسي اصور لكم بس هو يعني فاتتني. ان شاء الله بكره يوم جديد. احنا خلاص انا هخش انام. لا مش عايز اكل والله. ماما انا بصوا كان فينا طبق شوربه لسان عصفور، انا بشرب شوربه لسان عصفور حلوه الصبح على الاذن بس حلوه. لا اكلت سمكايه، اكلت سردينه. الاكل معلش هو بتاكل سمكايه. بقيت باكل سمكايه سردينه دلوقتي. ده في تطور جامد. انا بعد كده يعني الحمد لله. يلا بقى ايه، نشوفكم بخير، ولو في حاجه هبقى اصورها لكم بقى. تصبحوا على خير، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. انا عايزه اقول لكم ان اختي بتتريق عليا. اختي بتتريق عليا عشان وانا تعبانه بعمل ايه؟ علي يا علي يا علي. وعشان اقعد وانا تعبانه مش قادره اتكلم فاقول له يا علي. لا اختي ايه جت اصلا؟ فوانا بتكلم بقعد اقول يا علي، فبتقعد تتريق عليا. انا ما بقولش نوسه ايه جاله. اسمع، نشوه كانت كل شويه تندي عليها بتقول ايه؟ علي انا بقول كده عشان بقعد اقول يا علي وبقول لهم ايه؟ ما حدش يشيلني. انا سمعت كلام وشفت حاجات. بصوا يا جماعه، انا وانا تعبانه لسه خارجه. مش هتزعلان. اول ما البنج خرج مش طردتهم، انا تعبانه مش مستحمله حد وجعي. فلما لقيتهم كلهم قاعدين بقى، عارفين انتوا بقى اللي هو الفرح، يعني فرح العمده، وقاعدين يتكلموا ويضحكوا ويهزروا. قلت انا هذا بقى من على السرير، اطلعوا بره. ما حدش يجي لي، انتوا جايين تجاملوني. علي وقاعدين يتريقوا عليا. شفتوا؟ ماشي. انا بقول يا علي كده. يا علي شفتوا بتتريق عليا ازاي؟ ماشي. مسيرك ان شاء الله تولدي. احنا الفجر الوقت يا جماعه. والله والله ادين الفجر بيدنا. ادعوا لها بقى ربنا يشفيها يا رب. يا رب اللهم امين. يلا نصبحوا على خير.